الحقيقة طبعا أنا يعني لست عضو في حزب التجمع، ولكن يعني لا أستطيع أن أرفض دعوة قدمتها لي الأستاذة فتحية العسال، وهي يعني الكاتبة والمناضلة وال يعني الثائرة المبدعة المصرية، الرمز والنموذج الأستاذة فتحية العسال. فطبعا يعني احنا النهاردة بنحاول نحتفل بيوم المرأة المصرية وليس يوم المرأة العالمي، لأن يوم المرأة المصرية أهم، لأن المرأة المصرية الحقيقة هي فجر التاريخ وفجر الإنسانية والبشرية، وهي يعني أول امرأة كان لها دور في الحياة العامة وفي الحياة الاقتصادية والحياة السياسية وحتى الحياة الدينية على مستوى العالم كله أجمع. فالنهاردة يعني يمكن بعد ثورة 25 يناير كنا نتمنى أن تكون الاحتفالية أكثر إشراقا وأكثر تمكينا وأكثر إيمانا بدور المرأة كمواطنة وكمواطن له كافة الحقوق والواجبات في بلد جديد وفي عهد جديد وفي وطن جديد يحلم بالاستقرار ويحلم بالتقدم. ما يحدث الآن ثورة في أعماق الشعب المصري وعقل الشعب المصري. علشان تبقى ثورة حقيقي لابد يحصل تغيير، وهذا التغيير لابد يحدث من خلال الشعب المصري نفسه. إذا رمينا وسألنا طب نتيجة الانتخابات عاملة إيه في مصر، هقولك نتيجة الانتخابات دي أنا بعتبرها نتيجة وليست سبب. لماذا؟ لأن 30 سنة تجريف ثقافي وسياسي واجتماعي ووعي للبشر لازم في النهاية يعمل النتيجة اللي حصلت دي. النتيجة دي ردت فعل لما كان في مصر 30 سنة. أنا مش هممني النهاردة ومش أوكي، طبعا الناس انتخبت تحت ضغوط تحت مش ده الموضوع، إنما أما وإن هذا الذي يحدث فأنا علي أن أقوم بدوري وأناضل من أجل حق الشعب المصري في الحياة الحرة. الثورة قالت عيش حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. أنا عايزة ده يتحقق. الحرية يعني ديمقراطية، يعني مفيش أحكام عسكرية، يعني الإفراج السريع عن السياسيين الحقيقيين أصحاب النضال، مش السياسيين اللي ورا القضبان دلوقتي، دول مش سياسيين، دول مجرمين، واخد بالك؟ ولكن وأيضا بأطالب بالعدالة الاجتماعية.